نواصل الفترات المفتوحة في هذا اليوم عبر قناة الخرطوم الفضائية وعبر إذاعة ولاية الخرطوم، نتواصل معكم ومع كل مشاهدي الخرطوم عبر العالم. أرحب بضيفين الكريمين عزيزين. أرحب أولا بأستاذنا العزيز الدكتور مضوي الترابي الخبير الاستراتيجي، مرحبا بك. مرحبتين أخ العزيز، و سعيد كل السعادة أن أعود مرة ثانية إلى قناة الخرطوم التي أتابعها بكثرة، حتى أني أستقي كثير جدا من المعلومات التي أود أن أتحدث فيها في الإعلام من قناة الخرطوم ومن قناة ثانية أخرى برضها. شكرا جزيلا يا رجل. ورحب أيضا بالخبير التربوي والمثقف والأكاديمي أستاذنا البروفيسور يحيى التكينة، مرحبا. مرحبا، أهلا بك، وسعداء بتواجدنا في هذه الحلقة لأنها بتمثل حقيقة نقطة هامة في تاريخ السودان في هذه اللحظة الحساسة التي أصبحت عصبية القبيلة أكثر من عصبية الوطنية، وعلينا الآن أن نعمل الموازنة ونبحث عن الأسباب والدوافع، ثم بعد ذلك نأتي ونتحدث عن الحلول التي يمكن أن تقود المسيرة. دكتور مضوي، ثورة ديسمبر وستظل يعني تفعل الناس من فعلا دي نقلة نوعية حقيقية للسودان. جات اكتوبر، بعد اكتوبر كان في اشكالات سياسيه لكن ما كانت القبيله والجهويه موجوده، وجات ما ابريل برضو ما كانت القبيله والجهويه بهذا الشكل، لكن ان ديسمبر الشباب الذين هتفوا حتى في الميادين نحن كل البلد دارفور كده، الان يدخل مخاض عظيم. الكيمياء دي جت من الدكتور في احساسك؟ تعرف عشان ما نقوم نقول كلام يعني لا يحتوي على كل صحة. يعني كل البلد دارفور، متى ظهر هذا الهتاف؟ في الاعتصام. الاعتصام كان ثلاث مراحل. نعم. الاعتصام الأول بدأ منذ بداية الثورة. وأنا لحسن الحظ كنت موجود في ذلك الزمن في إجازة. ومعي أحد أبنائي. اللي هو نفس الجيل اللي قاموا بالثورة. وده لا مولود في السودان ولا درس في السودان ولا عنده أي علاقة بالجوطة الفارغة بتاعته دي. فحتى كنت بسأله بقول لي تقيل أنت مع منو أنت؟ قال لي كيف مع منو؟ أبوي. قال لي أنا أنت رسلتني إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، لأنه الثورة دي أعقبت الجلاسنوست والبرسترويكا الجلاسنوست وغيرها غيرها. نعم. من الثورات. نعم. الثورات التي قلبت. نعم. رأس الاتحاد السوفيتي رأسا على العالم. طيب إذا كان ده ما شاف ده كله في بلد تانية، لكن جاء السودان لقى نفسه بيعمل قفة بتاعت 200 إلى 300 ساندويتش، لأنه بيتكلم قريب جدا من مطار الخرطوم، وبشيل دي ويمشي لدير ما درسوا معاه ولا كان بيعرفهم، لكن انضم ليهم لأنه شعر بأنه البلد محتاجة إلى أنه نغير. ده رأيه كان، وأنا كنت وكسيري مثله بالضبط. بالضبط. أنا كنت في البيت بجوني عشان ياكلوا حاجه، يشربوا حاجه، يشربوا لون الشاي، يرتاحوا شويه، ينوموا. نراقبهم عشان ما يجوم هجوم من اي حته من فوق الجدران، وكنا بنحرزهم وكنا بنطلع معاهم، لانه انا لي شرف الاشتراك في اكتوبر ولي شرف الاشتراك في ابريل 1965 ولي الاشتراك في شرف الاشتراك في ابريل. فلذلك بحجيهم بما حدث في ذلك الوقت، عسى ولعل ان يستوعبوا الدروس المستفاده من تلك الثورات العظيمه. وكلهم كانوا مقتنعين بانه دي اعظم ثوره كانت في القرن الافريقي او في منطقة أفريقيا عموما. بالضبط. نعم. ومشت الثورة وهم استمروا فيه. يعني الثورة أنا في رأيي ما انتكست إلا بعد
عملية فض الاعتصام التي حتى هذه اللحظة والله لا أدري من الذي قام بها ولماذا قام بها ولماذا يعني غوة غريبة جدا دخلت لكي يعني تكبج جماح هذه الثورة العظيمة. برفا يحيى الناظر للصورة للثورات الثلاثة أكتوبر وأبريل يقول حدث لديسمبر الآن بسبب الصعود الجهوي والعرقي الغريب والمحير المؤسف أن الحركة الثقافية في تلك الثورات أو الواقع الثقافي كان أكثر تماسكا وكان أكثر إبداعا يعني ثراء يعني سواء كان كتابة والغنى والغير والغير يعني عكس ديسمبر. ما وجدت الأدبيات الكثيفة بحجمها يعني؟ شوفوا يعني احنا لو رجعنا بتاريخنا للخلف من ايام قيام جمعية الاتحاد 1922 بنجد انه الحراك الوطني قادته الثقافة، الجيل المثقف اللي خرج من كلية غردون هو الذي قاد الكلية الحربية ولا سنة 24 والاشياء دي، وده لانه الجيل اللي تعلم في ذاك الزمان هو الجيل الذي قاد الحراك الثقافي والسياسي والوطني وادى الى قيام الجمعية التشريعية والجمعية والمجلس الاستشاري شمال السودان والمعارضات وتكوين الأحزاب وما أدى، حدث في النهاية اتفاق أنا وأنت والدكتور قاعدين كل واحد بينتمي بعصبية القبيلة لقبيلة لكن طيب. بيننا التسامح هكذا كان السودان، غنينا له يوم ضفاير قود الرسم فقالت غنينا لهم وطن الجدود مشوا. كل تاريخ السودان من التاريخ القديم والوسيط والحديث والمعاصر كان بيصب كله في حتة واحدة، لكن في حاجة أنا بلفت فيها الانتباه من الحلقة دي. أنا هاردة إذا أنت عايز تمشي تعمل حاجة تطلع الرقم الوطني ولقى قبيلتك وده غلط، وربما تبدو علامة أحمد خير المحامي سنة 48 لما قبضوه أيام الموكب وحاكموه جابوه هو شاقي مستر كارجو قال له جنسيتك؟ قال له سوداني. عايز يقول لنا شاقي؟ قال له سوداني. فقام زيادة قال له فعلا لقد طلع بالأمس منشور يؤكد أن كل من يسكن في هذا المكان فهو سوداني. ليه نحن نلجأ لعصبية القبيلة حتى في الرقم الوطني بتاعنا؟ ودي بداية أنت عارف السودان فيه 570 قبيلة، طيب في 114 لغه لهجه ما بين منطوقه ومسموعاي، ده انت حتوحد كيف؟ نحن ما كان بيناتنا الخلاف اللي موجود حتى في دارفور اللي احنا بنقول كلنا دارفور كان فيها ما قانون اسمه قانون دالي. قانون دالي ده بيرجع لحاجه مهمه جدا اللي هو كان ضابط الحراك الثقافي والاجتماعي والسياسي لمدى طويل من الزمان في دارفور، وده كان يعني قائم بما وده ادى فيما بعد للجوديه اللي اتلغت دي. وما تنسى انه في دارفور دي بالذات قام اول قانون للحكم اللامركزي في السودان اللي طبقه العالم، العالم ذاته طبق حكم اللامركزي من مناطق دارفور. نحن لكن نحن في تاريخنا وفي ثقافاتنا وفي مناهجنا التعليميه ما قاعدين نعكس هذا الامر الحراك. نعم هاي. طيب دكتور مضوي هذا الجيل مثقف بعصره يختلف عن ثقافتنا نحن التقليديه المحفوظات والغير وغيره، وحصلت فجوة، يبدو أنه في فجوة بين الكبار التقليديين الذين سيطروا على الحياة وهذا الجيل الشاب، ونلاحظ معظم الأحداث التي دارت بهذه الحروب سواء كان في الغرب أو في الوسط أو في هناك أدارها الساسة الذين هم خارج هذا الجيل. هل هي فعلا مؤامرة ساسة ولا فجوة جيل ولا نسميها شنو يا دكتور؟ أتكلم معك باللغة البسيطة. أتكلم تفضل. نعم أنت أحيانا مع كل حبي لك بتطفر. لا ايوه بس ما تطفي الري من اقصى اليمين كردفان لعظة وتجيني مطفر في الوسط. لا ما يوم لا طيب هذا معك طبعا حكاية التطفيرة دي يعني الزول اللي بيعاين للسودانيين وطريقة التعايش بينهم بيجد بأنه كان في تماسك اجتماعي الناس ما انتبهوا له. أنا من الناس اللي ما انتبهت لي إلا بعد أن سافرت من السودان. وأقول لك ليه؟ نعم. يعني نحن كنا أنا طالب حنتوب. كنت في حنتوب لحد ما الأربع سنوات انتهت. في حنتوب والله أسي لحد اللحظة أنا بلاقي حنتوبينز من زملائي وأصحابي لحد اللحظة دي. بسلم عليهم أي حاجة. والله لا بعرفه شايقي ولا بعرفه دنكاوي
ولا حتى كان لقيته مش لك بس هذا يقول لي انت الخطوط دي حقت ياتو قبيله ياتو قبيله الخطوط ما بساله عن جنسه نعم يقول لي والله يا اخي نحن نوير من الوقت ده خلاص بكون عرفت بانه النوير الاودين كان نور خطوط النوير عنده نعم الخطوط الصغيره كده طيب لكن الحاجه التلفت النظر لانه الحكايه ما الخطوط بس نحن كانوا في حنتوم معانا 8 من أولاد جنوب اليمن لأنه جنوب اليمن كان تحت الاحتلال نعم فلذلك حنتوم وبورسودان وخورطقة ووادي سيدنا و المدارس ما بتذكرها كلنا جينا التقينا في حنتوم نحن في الإجازة بتاعتنا العادية السنوية اللي بتكون في الصف الثالث ولا في الصف الرابع لما دايرين يكون نمشي على اهلنا في الترابي ولا اهلنا في الدلقاله ولا اهلنا في التكانه بنكون اساسا اخذنا معانا من اولاد جنوب اليمن 2 أو 3 وديناهم وعلمناهم ياكلوا المراره العفو ياكلوا المراره وياكلوا معانا اللقمه و نعم وحتى هذه اللحظة وأنا خارج السودان من سنة 1970 حتى هذه اللحظة زملائي أبناء جنوب اليمن الذين درسوا معي في حنتوب أو في خورطقة أو في وادي سيدنا أنا بقابلهم الآن في الخليج وهم مدراء كبار في مؤسسات مختلفة في مؤسسات مختلفة في نعم. في قطر وفي أبو ظبي وفي السعودية وما زال لما يلاقيني بيسلم علي باللغه باللهجه السودانيه وبيسالني يقول لي ما عندكم مراره لو ترى انا ذات السوداني لكن ما قاعد اكل مراره ولا متخلف زيك فبيضحك يقول لي يا اخي انا متخلف انا اجمل الـ 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 يعني الاكلات اللي اكلتها هي المراره السودانيه او الشاي السودانيه لحد النهارده منهم سعيد محمد دهي منهم عبد الله سعيد بوزير منهم سالم سعيد الغريب أربعتهم أصبحوا وزراء في حكومة اليمن أولادنا ونحن ما قادرين نلم شعثنا نحن اللي درسنا في حنتوب واللي عشنا مع بعض واللي أكلنا مع بعض واللي سافرنا مع بعض ما قادرين نترابط عشان ما نقدم نموذج للتعايش السلمي دون أن تكون للقبيلة أو للجهوية أثر في الموضوع دكتور الإحياء أن يكون هذا الحراك الحزين قبل أيام من مهد الثورة الثورة انطلقت صح راو كده كبير لكن الحركات الدمازين يعني أن يحدث هذا في المنطقة كأنه هذا أراد أن يرسل رسالة على أنه ثورة الشباب هذه انتهت وخلينا نرجع لقبيلتنا وكل الحلم الذي عشعش في الناس بالسودان الجديد والسودان الحلم والسودان الأحلام الكبيرة والسودان الوحدة والتنوع وإدارته كله تلاشى نحن ما عايزين نخش في سبب حساس شوية في موضوع الدمازين طيب لكن إيه اللي خلى النعرات القبلية دي تطلع في أسباب الآن أنت بتشوف المواكب ماشية القوافل ماشية ما عرفت الأشياء غافلت في لا الناس كانت وين زمان أين التخطيط الثورة لما جاءت جاد عشان تقود الحراك الوطني السوداني إلى ما هو يقدم الوطن نعم. والناس دفعت الثمن شباب دفعت الثمن اعتصام دفعت الثمن ضرب دفعت الثمن استشهاد وين الحدث شنو الحدث نحن الآن نصعد إلى الهاوية الصعود إلى الهاوية ده ليه لأنه ما عندنا تخطيط ما قمنا 3 سنين نحن ما زلنا في المواكب وفي عدم الاتفاق يعني النهار ديا في موكب بعد كم بكره ولا بعد بكره في الموضوع ديا انا امل وانا اتمنى يوم 16/8/1955 ده كان يوم الجلاء بتاع القوات انجليزي. من السودان نعم. لين احنا ما نتخذ منطلق اساسي ونحتفل بالجلاء وبقيام اول حكومه وطنيه في السودان تضع الأسس الحقيقية لبناء نهضة السودان وفقا لزاوية بعيدة عن زوايا الحزبية وبعيدة عن الوطن دي فيه مشكلة أساسية مشكلته الأساسية هو أغنى بلاد العالم يراجعوا كتاب
الديمقراطية في الميزان للمحجوب الصفحات النهائية بيشوفوا عمل تخطيط قدموا للشباب. شوف حس الغربي دي اللي حس زي ما بقولوا كله عايزين السلام. وأنا في حلقة من حلقاتك هنا قلت لك أنا ضد أيام كان معنا التجاني السيسي ضد نعم. اتفاقية جوبا نعم. وما زلت ضد اتفاقية جوبا وسأظل ضد اتفاقية جوبا لأنه الاتفاقية أساسا مفروض توحد ولا تفرق. الآن كل واحد يقول لك أنا عايز أعدل الاتفاقية. الآن عصبية القبيلة أصبحت هي اللي تتحكم في السودان. لا هيبة لحكومة، لا هيبة للقانون، لا هيبة لأي مسؤول نتكلم بوضوح. لو ما بلد ضيعة عين ونقول والله لا. الآن إحنا محتاجين للآتي، محتاجين كل أبناء السودان في الخارج يضعوا السودان قدامهم ويعقدوا مؤتمرات في ولاياتهم ويدرس الحالة الموجودة في الولايات واحتياجات الولايات واحتياجات الشباب والثروة اللي موجودة في المنطقة. يتوظف العلم تجاه المنطقة عشان يعطي الشباب حقه في العمل ويعطي البلد حقها في إنها تمشي لقدام من ناحية التنمية الإنسانية والتنمية الاقتصادية. تجتمع كل هذه الأشياء ولين نحن ذاته ما نجمع كل هذه الفصائل ال 570 حنعمل حاجة ل 570 قبيلة ولا في حاجات نظارات معينة. زمان كانت في الجودية والجودية حسا انتهت، كانت في الإدارة الأهلية والإدارة انتهت، كان في الإخاء بالدم والإخاء انتهت. ده كان زمان يقول لك ده أخوي بالدم تاني ما في زول بيجيه، كان في قوانين بتلزم الناس حسا ده كله ينتهى. إذا نحن في حاجة إلى وضع خريطة سياسية جديدة تتوافق ومتطلبات الولايات المختلفة. دكتور نضوي، البعض يقول الذي حدث هو الفراق الذي أحدثته المؤسسة السياسية الحزبية، هل حسب أن المؤسسة السياسية الحزبية هي المسؤولة عن هذا الفراق؟ لكن لما نتكلم بطريقة أمبيغوس عن المؤسسة السياسية الحزبية أي حزبية؟ كل الأحزاب الموجودة في ساحتنا ما هي الأحزاب الموجودة في ساحتنا من أكتوبر 64 تاني ما قامت لقومة. جيني ماري عطلة 16 سنة جو الناس اللي انغاز عطلوا 30 سنة وين؟ هل دي المؤسسة السياسية اللي كان ممكن تتطور بصورة عادية والميكانيزم فيها طبيعي إلى أن تخلق الدولة التي نريد؟ ولا أي حاكم يجي يجيب لنا إما نظام ايديولوجي مستورد من حتة أو نظام سياسي ما معروف من وين جاء أو نظام اقتصادي ما معروف هل يناسب وضعنا الاقتصادي والاجتماعي ولا لا؟ وبالتالي نقوم بالأشادية إلى أن يجيك واحد أسي الآن زي وزير المالية الحالي وأنا بتمنى أنه هو الأخ يجي عشان يقول لي والله يا أخي نحن نرى بأنه مشروع الجزيرة اللي هو أكبر ركيزة للاستقرار في العالم بتاعنا ده والمشروع اللي قامت على أكتافه كل النهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داير يقول لي يا أخي نحول إلى هيئة يتهيئ يا جبريل بيه. يعني بالطريقة دي نحن مثقفيننا والله العظيم أصبحوا دعاة حرب. أنا بتكلم بالكلام ده وأنا أعني ما أقول أصبحوا دعاة حرب. الموجودين في الجزيرة هم ملك أراضي ما أدت لهم الحكومة ولا أدى لهم الاستعمار ولا أدى لهم الإنجليز، ملك أراضي حقيقيين من مئات السنين من سنة حفر البحر زي ما يقولوا أهلنا إحنا في الجزيرة وفي غير الجزيرة. وإنت داير الآن تجي عشان تقول لي أعمل هيئة من أجل من؟ هل السعادة أنا بقدر حيكورة واحدة في دارفور أغيرها؟ خلي أغير لي مؤسسة بصمتها. الزيدة لو ما انتبهنا له وناقشناه بوضوح كامل الحصل في الدمازين يمكن أن يتكرر في مناطق ثانية وأنا أتمنى أن لا يحدث. دكتور أتوكيان، يمكن برضو من القضايا اللي ظلوا الناس طوال 66 عاما يتحاورون حولها وأنها لم تعد الدورة المطلوبة هي قضية التعليم. وأنت تعرف أنه والدكتور يمكن عاش في جزء من حياته في أمريكا ورأى كيف أنه هؤلاء الناس رغم تاريخ الطويل التفرقة العنصرية استطاعوا أن يتجاوزوها إلى حد كبير يعني بنسبة مقدرة ومحترمة. يعني هل حاسس فعلا أنه التعليم ومنهجه في السودان لم تؤدي في يوم من الأيام الدولة ما
أتحدث عن التعليم بس تعقيب على كلام الدكتور وإضافة إنه مشروع الجزيرة لما قام سنة 1918 في طيب الشيخ عبد الباقي نعم وزرعت فيه أول حاجة 300,000 فدان على أساس تكون القطن طويلة الطيلة وجابوا الناس العاملين في مشروع الزيداب عشان يقوموا بهذا الأنواع كان الإنجليز مسيطرين عليه وسيطرة تامة. لو كان وزير المالية بيرجع إلى ما كتبته الصحافة السودانية وتناولته وين في انتزاع لهذا المشروع على أنه يجي للمزارعين كيف ما كان قال الكلام اللي عايز يقوله هسه لأنه دي ملكية بتاعت ناس ودي حواشات ودي قصة صراع مع الطبيعة والإنسان وضد الإنجليز ويرجعوا أنا عامل كتاب في الموضوع ده مشروع الجزيرة كيف قام وكيف أنتج وكيف كانت يعني إنجلترا كلها بتستنى الإنتاج السوداني ويكفي أنه أنديرا غاندي لما جات عبد الكريم مرغني في الهند في السفارة جات لابس الزي السوداني والودع خدته وكده اعتزاز بما يقدمه السودان. نرجع لموضوعنا التعليم. التعليم في فترة من الفترات كان أدم عليه من زمن كلية قردون وقيامة وأشياء والطبقة المثقفة والمشي لمصر والقصة الطويلة اللي بيعرف الشعب السوداني. لكن بعد ما جاءت الأنظمة وتغيرت هل التعليم ساعد في قيام النهضة الاقتصادية والثقافية والمجتمعية في السودان؟ أنا شخصيا وأنا أستاذ يعني بشوف إنه التعليم في السودان يحتاج إلى إعادة نظر. لو نحن حس عايزين نكون عهد جديد بسياسة جديدة لابد أن يكون وزير التعليم العالي يكون لجنة مش من الشباب الحسة من الناس اللي أدوا ما عليهم عشان يدول أخطاء في ميزان التعليم. التعليم الآن 75 كليات أي واحد عنده كلية أي واحد زي دكاكين اليمانية زمان وكل الجماعة ديل بدوا الناس الركشات والأمجادات ما في أي حاجة بين تخلي الناس يكونوا كده. التعليم الآن نمطي ما ماشي مع متطلبات الدولة. أنا لما قلت لك يعني مثل زي دارفور دي أغنى دولة في الثروة الحيوانية الناس يقول لك الأفارقة والعرب والحاجات سيبنا من الكلام المختلق ديه ده كلام مختلق نتيجة أشياء كثيرة مخطوطة بيزينها أشياء وبتطلع وده نجي إن شاء الله يوم نتكلم عن القبائل العربية والقبائل الإفريقية العاملين بها حسن أم درمان دي ما يسمها أم كلمة عربية درمان كلمة زنجية شنو يعني قلبت الدنيا ما هي أم درمان غادت الصهرة وقعدوا فيها الناس وقعدوا فيها وعملوا كل حاجة حصلت شنو يعني ما في حاجة حصلت. لكن التعليم أساسا اللي موجود في السودان لابد أن يواكب متطلبات الولايات. يعني ولاية بتاع الذهب ذهب وأسمنت وحاجات موجودة ولاية بتاع ثروة حيوانية مع بلين مصانع إنتاج للجبنة للألبان لتصدير اللحوم لكذا وأفتح الجامعات وأشغل الشباب اللي موجود التنمية المتوازنة المطلوبة يعني أيوة نعم. حاجة يعني حاجة ترتفع بالولاية. ارتفاعك بالولاية يا أستاذ بيتم بحاجتين اثنين بثقافة المجتمع. الآن إحنا انطفأت كل أنوار الثقافة في السودان. البلد الوحيد ما فيه سينما ولا فيه منتديات ولا فيه أي حاجة هو البلد دي مع زيادة البنزين بتاعت الليلة بيقى الزول بيقعد في بيته يعني ما عارف وزير المالية ده بياخد كم في اللتر البنزين. لازم دي حاجة نحن نسألها وزير المالية عنده نصيب في زيادة البنزين وزارة المالية عندها نصيب في زيادة البنزين اللي بيدفعه المواطن من دم قلبه بكرة بيزيد المواصلات وأولادنا ما بيمشوا ونحن ذاته حسا جيتك أنا ماشي برجلي ونطلي في موتر كمان يعني حسا في أشياء كده ما معقولة في أشياء كده بتتم كده ما تعرفها يعني زي الواحد قال يعني ما النوم معاكم ولا شنو نلقى كل يوم الحاجة ماشية في غلاء والغلاء ده بينطبق على المواطن السبر الليلة إذا كان بيطلع في الشوارع اللي انت شايفة دي ثورة عشان تجيب العدل والمساواة بكرة بتكون الثورة بتاعت نهب وسلب لأن الناس ضاقت. لكن ده برضو يرجعنا لموضوع التعليم. التعليم الآن لابد من إعادة النظر للتعليم من المرحلة الابتدائية. دكتور مضوي برضو واحدة من القضايا اللي الآن تفضل تفضل ده بتاع الموتر الملك نمل ولا والله الملاني نمل عشان بعدين ما يقوم والله النمل جانب النمل. طيب دكتور خلينا نعود لأمر مهم جدا. الآن الناس بيقولوا إن هو واحد من الأسباب اللي ساعدت في إنه ينتشر النزاع القبلي والجهوي في السودان يعني وهو في يوم من الأيام كان صمامان يعني الإدارة الأهلية. هل تدخل الساسة في الإدارة الأهلية أضر بالمؤسسة العريقة دي ولا تحسي إنه العصر تجاوز هذه الأنماط؟ ليه نحن عايزين نخلق نظام زي ما نقوله نتحدى بالعالم يعني هل نحن مؤهلين لحاجة زي دي؟ لا طيب
ألمانيا بريطانيا وفرنسا. منو اللي بيفتكر بأنه ما في أنظمة؟ في أنظمة لي. أنا ذا كنت مستشار لوزير لرئيس حزب العمال البريطاني. ولو كوربين أصبح رئيس الوزراء في الوقت ذاك اللي قبل حوالي 3 سنين 4 سنين كنت حكون نمرة 2 له. والسبب أنه النظام بتاع الدائرة والحيكورة في موجود في في الكونسل سيستم. الكونسل سيستم أساسا مصمم لكي يخدم الطبقات الموجودة في المجتمع. طيب ونحن بنخلق نظام بتاع نظام أهلي من الكونسلز. مهمته ما خدمة الكونسل بس، خدمة الكونسلز والكونسل ذاته بعينه لها بصورة منظمة جدا. يعني هل الحيدة مثلا أي حي من حي لندن فلتكن مثلا إيلين كلها هنود، وأحيانا بيجوا ويرتبوا نفسهم بحيث أنه رئيس الكونسل ونائبه والماشي يبقى نائب في البرلمان وغيره كلهم يجوا هنود. الصوماليين عملوا كتلة زي دي وأصبح الآن للصوماليين وجود مكثف جدا في كثير من الكونسلز، لدرجة أنهم قدموا 16 نائب. نحن ما قدمنا أي إنسان. طيب يعني الإدارة الأهلية أنت من أنصار أنه يتاح لها الفرصة؟ الإدارة الأهلية يمكن أن تتاح لها الفرصة إذا الدولة والأكاديمية تعاونت معها، بحيث أنه ما نشتغل شغل عبثي ولا عشوائي. أنت دار تكون أولو كونسل، دار تكون نائب، دار تكون أي شيء جوا الكونسل ولا جوا تعال. ونحن كحزب نساعدك لأن نحن الأحزاب نفسها بنفسها. يعني ما بدعة أنك أنت تخلي الأحزاب تشتغل شغل علمي بين الأكاديمية وبين التجربة التاريخية للأحزاب. دكتور يحيى، القضية البارزة واضح أنه طوال هذه السنوات ما في ملامح مشروع ثقافي، وللأسف حتى وزارة الثقافة في السودان يتولاها السياسيين، كأنه في دول عديدة من حولنا بتلقى أنه من يشغلون هذا المجال كلهم على الأقل تجربة ثقافية وباع كبير، سواء كان في الكتابة ولا في النثر ولا في الممارسة الثقافية في مختلف الحقول الثقافة يعني. لكن إحنا ما عندنا. هل عدم ملامح أو وجود ملامح هذا المشروع الثقافي هو الذي جعل القبلية تعلو بهذا الشكل القبيح؟ هي في حاجة مهمة جدا. مطلع الستينيات كانت في الندوة الأدبية في أم درمان، التقت فيها كل الأطياف المثقفين السودانيين، وكانت بتعقد كل يوم جمعة بقيادة عبد الله حامد الأمين والكوكب العظيم من أبناء السودان اللي كان أيضا بيفيدوا لها ناس من خارج السودان عشان ينضموا لها وياخذوا فيها. من هذه الندوة ظهر المجلس القومي للآداب والفنون. أنا كنت الأمين، أول أمين عام لهذا المجلس، معي جيل أحمد عمر وكان في جعفر بخيت والدكتور عبد الله الطيب ومحمد غير عثمان وكوكب من الجيل، ونحن في العشرينيات. يعني الناس كانت بتفتح المجال للشباب إنه يأخذ فرصته، الثقافة وفرصته. نعم. كان في تخطيط ثقافي. التخطيط الثقافي أدى إلى قيام المهرجانات الثقافية اللي برز فيها نجم عمر حاج موسى بلغته، كان بيقدمها للناس الجميلة، وظهرت فيها جوائز الدولة التشجيعية وجوائز الدولة التقديرية، وظهرت فيها الفنانين والمبدعين، وكانت في لجال للقصة وفي لجال لكذا وكذا. ده انتهت المرحلة دي بانتهاء الناس اللي كانوا الوعي. يعني صلحي الله يديه طولة العمر
والفاتح التجاني رحمة الله عليه وأحمد إسماعيل شيلاب اللي كان بيقود الحراك ومحمد عبد الحي اللي كان برضو ماسك الثقافة وعثمان نصري عثمان اللي كان ماسك الإعلام وكوكبة من الناس الفطاحنة عبد الله جمعة ممتازة جدا من حسن أحمد الحسن اللي كان نائب مدير جامعة أم درمان الإسلامية. ديل كانت مفتوحة لهم مجالات للثقافة إنهم هم نفسهم كانوا بيبدعوا. يعني حس الاستاذ بيقول لما قال حنتوب انا هذكره حاجه زمان لما حاول ينقلوا ازهري وامين زيدان الى حنتوب عشان يوقفوا منهم الصراع السياسي فازهري قال لهم حنتوب مش حنتوب ولا حنمشي حنتوب برضه ما حنتوب من النظام السياسي. السودان دي لما قامت فيه الاشياء دي كلها قامت فيه نواحي ثقافيه حتى عشان ما ندي الموضوع كله في العاصمه. الولايات ذاتها لعبت دور كبير جدا في الحراك الوطني والثقافي في السودان. نعم. اللي نعم. قاموا به ناس الجغريه واحمد محمد صالح ومحمد احمد محجوب ومجموعه من اللي كان الكوكب اللي كان المعلمين كانوا هم الذين يقودون الحراك الثقافي نعم. السوداني في كل نعم. مكان. وده ادى انه الزعيم اسماعيل الازهري لما كان ماشي كاستاذ يراجع امتحانات مدرسه اللبيض الابتدائيه ومسكوا الجماعه وقعدوا يتكلموا معاه في الوحده والاتفاق وكده اتفقوا الجماعة انه يدعموا الوفد الماشي والناس تتبرع. الصور دفعوا كم؟ كل الاندية الثقافية اللي كانت موجودة لا دفعت 100 مليار ولا 50 مليار ولا دفعت 50 جنيه، كانت لها قيمة دول الوفد اللي ماشي يناقش. معنى كده انه الحراك الوطني السوداني المثقف هو الذي قاد العملية الثقافية، وده يديك الوعي ده اللي قام به عبد اللطيف برسال ابن الدينكا ابن التونج اللي قال لي امشي اقتل علي دينار الانجليزي وهو كان ضابط في الجيش رفض قتل علي دينار وتم القبض عليه وادوه رشيد واخذ له مده بتاع سنتين كده المهم عشان هو من الدينكا وبتاع رجعوه للعمل وهو كان كاتب وهو الذي يرجع اليه الفضل في انشاء جامع جوبا اللي موجود حتى هذه اللحظه مع اللجنه العظيمه اللي كان بيقودها علي خير واللي كانوا بيقودوها الناس العتباني اللي كانوا موجودين جمعيه الصداقه الشماليه كده. كانت الاشياء دي بتديك انه في حراك وطني حراك ثقافي وبالتالي ان المجتمع ذاته لما قامت الحركه الثقافيه في السودان انا حاسال سؤال لو قالوا حسن الجيل ده كله اين يقع موقع فوز في ام درمان؟ ما في واحد بيعرف فوز ذاته منه، المناهج السودانيه ذاتها ما فيها كلام زي ده. للاسف الشديد نحن من جيل نحن من جيل واحد طبعا. مطنط مني. زمان احنا بنقول لك في المولد التقيت بالصديقي والحاجات دي والاشياء دي بتذكر بنعم. داير اوريك حتى الخرطه بتاعت بيت فوز لو انت عايز تعرفها. نعم دكتور ضوي دكتور ضوي في 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 نقطه يمكن مهمه جدا في الحديث عن هذا الصعود الذي حدث. هل لعبت الميديا والعولمة والانفتاح الكبير انه تكشف كل ما كان يدور في هذا المجتمع من زمان الصراعات اللي كانت موجوده لكن يا سيف ذو حدين يا صديقي العزيز انا سيف قبل شوي بفكر فيها السينما والمسرح والانديه لعبت دور رئيسي ما فيش كلام طيب في 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 انه الثغره دي تكون دائما والجذوه دي تكون متغده طول الوقت لكن جوكت هبطت في هذه الجذوة ليه ده وقت اعتذر بشدة اني ما كنت احاول عشان كده بحاول لك بعد شوية نعم جاهزين السبب في ده انا دعوني مرة اخواننا في نادي الخرطوم لكلام لمدة نص ساعة أو أقل من خمس دقائق عشر دقائق طلعت ملخص الكلام الآتي سنة 1965 سينما برامبل أو سينما القديس في أم درمان اللي هي حاليا موجودة في موقع عمار الشندة والبوسطة بتاعت أم درمان قدمت فيلم ساوند ميوزك صوت الموسيقى سافرت انا بعدها بشويه الى بعثتي البريطانيه لما رحت اصحابي في باريس دعوني قالوا لي تعال نوريك باريس شكلها كيف مشيت اول مره اشوف باريس في باراماونت الموجوده في الشانزليزيه وجدت بانه نفس الفيلم اللي كان في درمان معروض في باراماونت
احنا مواكبين العالم كتفا بكتف. طيب الان الشباب دول مواكبين؟ طيب اجيب مواكبين. انا لفيت السودان ده كله عشان اجي لي دار واحده بتاع السينما. ما في دار واحده بتاع السينما على غير الحياه، فيها مكانات وفيها مش عارف ايه وكده عشان تدور فيلم. اذا كان انا بشوف الفيلم الساوند اوف ميوزك وبشوف السينما ماي فير ليدي في باريس وفي لندن في نفس اللحظه اللي بيكون شغال فيها فيلم دومان، وبيجي في السودان الان بعد كم دي سنه؟ 50 سنه. 50 سنه. انا ما بلقى اي حاجه من الثقافه العالميه ولا الثقافه العربيه حتى موجوده في سينماتنا. سينماتنا كلها تحولت الى احسن مكان تاكل فيه فطور فول من النيل لحد اي حته. طيب دكتور ليه نعمل شنو يعني؟ نكسرين كل ايه؟ لا لكن انا بقصد شنو؟ انه هذه الاجيال يا دكتور موضوع، انا بقصد انه هذه الاجيال زمان في السودان ربما كانت الصراعات دي موجوده، هي ما انتهت كانت موجوده، لكن الترويج لها والتدخل ربما الخارجي والمطامع الدوليه جعلت هذا الامر سلاح جديد يساعد في تفكيك وتفتيت هذا السودان الكبير الضخم. ده ممكن؟ لكن تقصد بس بالتفكيك ده يعني الان انا لما اقود مجتمع كان تاريخه فيه كثير من التسامح والعفو الى انه يعود يتحارب قبليا وجهويا، اليس هذا هو التفكيك المخيف؟ لكن من الذي يتسبب في هذا؟ قد يكون الداخل له دور، ولكن البعض يقول انه الخارج ايضا له دور. خلاص انا حارد على حكايه الخارج بعد ما صديقي. نعم اذا عندك تعليق. نعم انا الحقيقه عايز انبه لحاجه مهمه اصبحت مفقوده. اين وحده افلام السودان اللي كانت بتطوف كل اقاليم السودان بالسينما؟ تخيل تتكلم كلام قديم. انا جايك وحده افلام السودان كانت وكانت بتنتج العادات والتقاليد وتوزع على اغاليم السودان، وكانوا العمد بيستنوها وبيستنوا الناس اللي بيجوا، وكانت بتنقل الثقافه وبتنقل الوحده بين ابناء المجتمع السوداني. وعندها معدات انا اعرفها ما موجوده في اي دوله في العالم. الاستوديو بتاعها موجود داخل الاذاعه. وين المعدات دي؟ مشت وين؟ وين الافلام بتاعتنا؟ كذا مليون فيلم مقطوطات مشت وين؟ ضاع سكت. ايوه عندنا افلام مخزنه في لندن مشت وين؟ انت قاعد تشوف الفيلم بس السيد اسماعيل اسهري بيرفع العلم، وين بقيه الافلام؟ نعم. وين الاشياء دي مشت؟ يعني انت حس عندك اول انتاج سوداني احلام وامال، تتذكر زمان لما انت جوا الناس موجودين وانتج في عبره. وين الافلام السودانيه؟ انت عايز تغزي المجتمع عشان يتوحد، بتوحده بشنو؟ بتوحده بالثقافه. ثقافه العلماء قال لك تعد الثقافه الضلع الثالث من اضلع التنميه. ايا كانت هذه التنميه اقتصاديه ثقافيه اي نوع من انواعها هو بيمشي بالثقافه. الان انت ما عندك محور ثقافي زي ما قال لك الساوند اوف ميوزك دي اللي كان موجود، صوت الموسيقى هنا وموجود هناك. الان ذات الناس ما بيعرفوا الحاجات دي. انتهت حاجه اسمها ثقافه في السودان، انتهت حاجة في اسمها مكتبات في السودان، انتهت حاجة اسمها مكتبات حتى مركزية عاملها جنب المؤتمر هنا ثلاثة بتاعات مخطوطات لها حسة لهم 30 سنة ويقول لك دي المكتبة المركزية، وانتهت ما معروف القائم بها منه ولا العامل بها منه. أين المكتبات للجيل؟ الجيل عايز تثقفه. أنا النهاردة عندي مجموعة من الكتب ما قادر أطبعها لأنه ما في زول بيقرأ. النت والوسائط الجديدة كانت عائق، الآن عائق أساسي جدا لثقافة المجتمع. ما هو ده اللي اتكلم عنه يعني. الثقافة وسائلنا القديمة تصلح لنا. الوسائل القديمة أنت لما كنت بتعمل مثلا ماجستير بتمشي تقعد ذهنك بتملي بالمعلومات صح، يعني من كل الاتجاهات لغاية ما تصل للبحث اللي أنت عايزه. الآن البحث العلمي نقل من الكمبيوترات ونقل من ميدان كذا وكذا وتدفع بالدوك الأشياء. أنت ومن الذي يخطط للبحث العلمي؟ أنا عندي رأي إنه البحوث العلمية في الجامعات دي والعهد الجديد إذا جاء لابد من إنشاء وحدة متكاملة للدراسات العليا في التعليم العالي، يكون لها كادر مخصوص ومعين. وأي واحد عايز يقدم رسالة ماجستير ولا دكتوراه امشي لهذه الإدارة، هي التي تقيم. احنا قلنا الخارج، هل فعلا الخارج قد يكون لعبه من خلال هذه الثوره، ثوره الميديا لعب ادوار كثيره جدا، انه خلينا يا اخي هذا المجتمع الكبير بموارده في ظل صراع وجوع العالم للموارد
خلينا يا أخي نساعد في تفتيتهم يعني. أنا ما عندي إيفيدنس حقيقية عشان أقدر أقول لك بأنه اللي تعمل ده intentionally done بواسطة خارج الخارج. لكن في نفس اللحظة لا أنفي بأنه هنالك أصابع كثيرة جدا. والسبب أنت قلته، بلد دارفور وحدها وكردفان في الجنوب سوري في المنطقة الجنوبية الغربية من السودان عندها موارد في دولة بحجم فرنسا ما موجودة. مشروع الجزيرة والنيل الأزرق، النيل الأزرق وغيره عندها موارد بحجم دولة كأوكرانيا سي اللي قامت حرب الدنيا دي كلها عشانها عشان الموارد. الليلة استغربت بأنه الروس وال أتراك وغيرها نجحوا فين يجوا القمح. نعم طيب هسي مبسوطين جدا هم لأنه القمح. طيب نحن لو كان في العلاقة المتينة بيننا بينهم كان ممكن باتفاقية صغيرة جدا اكتبوها أربع أنفار. طيب دكتور يحيى احنا الزمن مضى بينا سريع، خلينا نفتش الان يعني زي قلنا لك انت كخارطه الطريق للخروج من مأزق القبليه والجهويه هذا المشهد الحزين الذي يتكرر، نبدا من وين؟ نبدا بالاتفاق. تتفق الفعاليات السياسيه اللي موجوده الان واللي تعددت وتنوعت وتذكرنا برضه بالفعاليات السياسيه اللي كانت في زمن التوالي بعدد كبير جدا في الزمن ذاك، حسب برضه في عدد كبير جدا الفصائل اللي تتحد وتتفق. والليلة دي أنا سامع يعني أنا قبل لما قلت لك الجلاء، ما نحن برضو عايزين جلاء الجيش يرجع سكنات، تتحد الأحزاب متحدة تعمل ميثاق زي ما عمل قبل كده. قبل كده في زمن السودان بعد استغالة الحاكم العام والأشياء اللي حدث الزمان الناس عملت ميثاق، الميثاق ده التفت حوله كل الأحزاب السودانية. المفروض الآن يعمل ميثاق وطني يجمع كل الفصائل المختلفة دي عشان نطلع الآن من النفق المظلم. إحنا كل يوم بندفع الثمن من بلدنا ومن أولادنا ومن تعليمنا ومن اقتصادنا. نحن الآن واقفين في محطة غف ما مشينا لقدام. عشان نمشي لقدام مفروض نحن نتحد ونتوحد ونضع ونختار الحكومة المدنية اللي إحنا سعينا لها عشان الجيش يرجع السكنات بتاعته، ونستلم بطريقة علمية كيف يدار السودان وفقا لهذا التنوع القبلي والتنوع الإثني اللي موجود في السودان. السودان ده فيه إثنيات لمعلوماتك، فيه إثنيات كثيرة. عشان أنا أعمل الأشياء دي لابد أن يكون هناك مؤتمرات من زي الدكتور أهو الجنبي، يعني عنده فكرة وعنده ثقافة وعنده، يعني إحنا نجيب الناس أصحاب الفكر نستفيد منهم عشان يضعوا الطريق الواضح لخط السودان الجديد بإمكانياته بولاياته بتعليمه بثقافاته، وأن يساهم أبناء السودان في الخارج بكل ما يستطيع أن يقدموه أهل السودان. زي ما قلنا نحن عايزين استثمارات وعايزين وزارة مختصة وحاجات كثيرة جدا، يعني الكلام هنا بيطول. دكتور ضوي في نقطة برضو البعض افتكرها مشرقة جدا، الإصلاح الاقتصادي. يعني في من الجزيرة ده مش على الجزيرة ده لما السودانيين كلهم وطف القبلية والجهوية، وكذلك زمان كانت مشاريع النيل الأبيض الزراعية ومشروع الرهد ومشروع الدندر ومشاريع هبيلة وكلها كانت مشاريع منتجة، بالتالي الناس كانت كلها مشتركة في الإنتاج، وبالتالي الاقتصاد عامل مهم في الخضارة الجهوية والعرقية من خلال تجاربك ورحلاتك. والله ده أقول لك شيء يعني أحسن ما نسرح أكثر من اللازم. مشروع الجزيرة لما تعمل ما برضو كانت في إدارات أهلية موجودة. طيب يعني مثلا الأقسام شرق النهر اللي هي أرض البطانة من بودريدي وإنت ماشي حنتوب وما بعدها، دي منطقة فيها قبائل موجودة فيها نظارات موجودة فيها تعليم متطور وكانت كل العامل الاقتصادي نجح انه يذيب. نعم العامل الاقتصادي قبل العامل الاقتصادي ما يذيبها هي كانت اوريدي منسجمه جدا. كانت منسجمه. طيب يعني انا مواد مزارع
طيب الآن الفقر ده بيكون سبب للإشكالات دي؟ لو الفقر السبب للإشكالات كانت تفككت، لكن هي قادرة تتماسك لأنها قادرة تنتج ما تريد. لا ما صحنا ليه؟ لا انتبه لي. أنا قلت لك كلام مهم، قلت لك قادرة تنتج ما تريد. لو كان جبال نحن افتكرنا بأنه الشرق الجزيرة كله اللي فيه القسم الشمالي بكامل حياته والقسم الجنوبي دير كله حركناهم وعملنا منه مشروع زراعي جديد. لو كان مشروع زراعي ما قايم على أنه الناس قادرين يغطوا حاجتهم كان يتمردوا، لكنهم كانوا قادرين يغطوا حاجتهم. طيب دكتور يحيى، يمكن الزمن أنا ما أعرف ثلاثة أربع دقائق، إذا قلنا الرسائل لنخرج من هذا المستنقع المخيف على المستقبل إلى كل الفصائل وإلى كل التجمعات أن تضع السودان في المقام الأول. يكفي حتى هذه اللحظة التي وصلنا إليها، علينا أن نتفق كما وكيفا في قيام الحكومة التي دفع ثمنها الشهداء والجرحى والمفقودين. علينا أن نتوحد من أجل هذا الوطن بعيدا عن القبلية وعصبيته، بعيدا عن المحاصصة الموجودة، بعيدا عن الكلام اللي بنسمعه في القنوات الكثيرة. والمناسبة أنا لو كنت محل الحكومة لوجهت إذاعات الإف إم على إنها تعمل أسبوع كامل تسموه أسبوع الوحدة الوطنية، تتبادل فيه الإذاعات مختلفة كيف يتوحد الوطن. نحن لو كان في مساحة زمنية كنا تكلمنا في موضوع دور الإعلام والإذاعات، لأنه مبارح كان يعني الناس بتكاتلوا هناك والتلفزيون بيجيب رقصات. ده كلام ده دكتور مضوي. رسائل الرسائل المهمة أنا في رأيي في واقع اجتماعي بيتطلب أنه نطلق يعني نسلط عليه الضوء، ولما نسلط عليه الضوء الحوار بيبدأ لكي نصل إلى ما نريد. لكن إن لم نسلط عليه الضوء ستتلقف الأمر قوة أخرى عندها مآرب أخرى وأسس أخرى غير أسسنا إحنا وتنزلها هي، وبالتالي بالإعلام الكثيف الموجود عندهم ممكن يخلوها تنحرف تماما من طريقة. ما قادرين نحن ندير المعركة الإعلامية بالطريقة التي نريد. علينا بعدين بنقع في غلطات وما بنقدر نطلع منها. أديك أنت ده الحسن الحظ جزء منه لأنك كنت أساسا يعني لما قامت أكتوبر أنت ما صغير، كنت أساسا إنسان قادر. أنا ما تردت أصلا يعني طوالي كده واقع فينا. أنا ما تردت أساسا من قبل أكتوبر. نعم أسمع لما قامت أكتوبر طيب قامت أكتوبر طيب وبعدين الناس جو راجعين قالوا جيبوا الأحزاب تاني من جديد، جيبوا مش عارف من جديد، وقام التجمع الأكتوبري. نعم لكن ماذا حصل للتجمع الأكتوبري؟ التجمع الأكتوبري اتخطف من الأيديولوجيا الجاية من مكان ما وتلغفها السودانيين بالداخل. وين حصل خلف الأيديولوجيا؟ ما حصل دي المناسبة لو لم ننتبه لحكاية الأيديولوجيا وإذا كانت الأيديولوجيا هي ما نريد أن نصل إليه بطريقة عوجاء ومعوجة، تأكد بأنه الأيديولوجيا حتختطف الثورة الجديد. هي ما خطفتها سي أوريدي، خطفتها المرة في أكتوبر وخطفتها الآن قبل سنتين ثلاثة وحتختفها تاني لقدام. مشاهدي الكرامة أملنا كبير جدا في أنه هذا الوطن العظيم يعود مرة أخرى يتجمع بكل تكويناته المختلفة وثقافاته وإرثه القديم والكبير، وكذلك نعول على التاريخ فيه الكثير من المواقف، وكذلك نعول على قوانا الحية جميعا يعني المصايب فرصة نتجمع ونجدد العهد ونعود مرة أخرى. ليس هناك مستحيل تحت الشمس كما يقولون، وفي بلاد مرت بظروف أسوأ من السودان ولكنها توحدت وعبرت. بالمناسبة السودان في شهرين لو توحد الناس بيعبر وبيخرج من هذه المحل، لكن هذه لكن نضعها إن شاء الله في أذهان شعبنا وفي كل الذين تعلموا، وخاصة الإدارات الأهلية والجماعات الصوفية والجماعات الدينية المختلفة، وكذلك أجهزة الإعلام المختلفة في خطاب
عظيم يضع أسس عظيمة لخارطة الطريق توحد أهل السودان. دكتور مضوي ترابي شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وعلينا دي برضه رسالة لزميلي أنه نمد رجولنا قدر الإلهام قد اللحافنا لا والا لا. دكتور هم يكون دكتور حي شكرا الله يخليك شكرا نلتقي ان شاء الله الى ان نلتقي ان شاء الله في هذه الايام العزيزه التي نعتز من ان فرصه جديده اتيحت لنا ان نتوحد من جديد ونتخطى كل الحواجز وهذا الماضي وصولا الى مستقبل مشرق لوطن يملك كل شيء. كل العالم الان يتوجه بانظاره الى السودان ولكن هذه لكن خلوها مفتوحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.